الدنيا بتتقلب من في كل مكان، ولكن واحد اتكلم على مجتمع صعيدي بالكامل ولا حد اتكلم، ولا كأنه الامر يعني الناس ولا يعني المجتمع ولا يعني الاعلام ولا يعني الصحفيين ولا يعني حد. خلاص ايه يعني الصعيد هيحصل ايه يعني؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده احمد بيه تحديدا يعني برغم النهارده كان فرحتنا بوجود رئيس معانا في المجلس، نعم، لكن بعد لقاء الرئيس اجتمعنا اكثر من 200 او 250 نائب، طبعا كلهم الصعيد، بالاضافه لنواب برضو وجه بحري تضامنوا معنا في كانت النهارده غضب وغضب سائر على هذا الموضوع، وتقدمنا كلنا تجمعنا وتقدمنا ببلاغ مجمع هيقوم به هيئه المكتب السيد رئيس المجلس والوكلاء بصفتهم اعضاء هيئه المكتب. دلوقتي جالنا خبر انه فعلا حركوا البلاغ للنائب العام. انا عايز اقول لهذا يعني انا مش عايز اغلط او مش عايز احتراما للمشاهدين، انا عايز اقول ماذا احتراما للقناه كمان ومشاهدينا وجمهورنا. انا يعني انا ماذا تعرف عن امراه الصعيد؟ انت تعرف ايه يا هذا الشخص؟ ايه اللي تعرفه عن نساء الصعيد؟ ده احنا عندنا الست يعني ست في الريف يكفي بس منظرها من الصبح، تطلع بعض السيدات تطلع الصبح تروح الزرعة بالبلدي، نعم، كده، نعم، وتروح الزرعة وتراعي زرعتها وتراعي الموزه اللي هو المواشي الخاصة، نعم، بيها، نعم، وترجع البيت تفطر الأولاد وتلبسهم وتوديهم المدرسة. تعرف أنت إيه على هم اللي شايلين بيوت، تعرف إيه أنت عن حاجة زي كده؟ تعرف إيه عن العادات والتقاليد اللي ما زالت حتى الآن في في في, في السيدة الصعيدية المصرية؟ أنا عايز أقول السيدة المصرية بس أخص السيدة الصعيدية. النهاردة الست الصعيدية لما بيحصل عندها حالة وفاة لجوزها بتقعد حزينة لابسة أسود مدى الحياة احتراما وتقديرا للست الصعيدية. لما بيموت جوزها بـ 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 يعني انا عايز اقول يا سياده النائب، شفنا السيده اللي هي قعدت 20 سنه لابسه لبس راجل بعد جوزها متوفى، وست الرئيس قابلها وكرمها عشان تحافظ على نفسها وتصرف على بيتها. وبعد كده انت ماذا تعرف عن الصعيد؟ انت جاي في 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 صفحه ادمن صفحه وجاي امبارح شفت له مشهد بيعتذر، بتعتذر عن ايه؟ ايه اللي بتعتذر عن ايه؟ انت ايه اللي دخلك في حاجه يعني حاجه خطيره، خط احمر؟ انت بتتكلم ازاي؟ انا جاتني حضرتك مكالمات من 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 عندنا من ابناء سوهاج وابناء هنا برضو في الخارج، الناس بيستغيثوا بيقولوا احنا عايزين ننزل يعني نشوف نفتك بيه. قلت لهم لا، احنا ان شاء الله باذن الله احنا كنواب عن الشعب ان شاء الله باذن الله هنتقدم بلاغ رسمي، بس انا برضو انا اعيب برضو على القناه والمضيف للقناه ان هو المفروض كان في نفس الحلقه يعني هذا الموقف السخيف، وكان يبقى له رد فعل في, 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 في نفس الحلقه، ما كانش يعني يندرج معاه في الحوار، وانا مش عارف ما هو السبب في يعني الموقف ده، موقف كان غريب برضو من المذيع اللي كان معايا يعني. استاذ عمر بصفتك القانوني